التعديل الوزاري كما حضراتكم لاحظتم يعني هو أخذ بيركز بصورة كبيرة على المجموعة الاقتصادية. هناك حاجة في هذه المرحلة إلى مرحلة إنجاز ومرحلة تحديات كبيرة، خاصة مع بداية الاستقرار السياسي. كانت تتميز المرحلة السابقة بعدم استقرار، إن شاء الله مع وضوح الرؤية إلى الانتخابات القادمة فهناك تشاركون الرأي أن هناك بوادر وبشائر استقرار وهدوء في الشارع تساعد هذه الحكومة إن شاء الله أن تحقق الإنجازات المطلوبة. سوف تبنى مصر بسواعد أبنائها بدون الانتظار إلى أي مساعدات خارجية، تبنى مصر بسواعد أبنائها بالعمل والجهد والعرق لمواجهة تلك التحديات. للمزيد